اكو برنامج معين في قناة معينة، هذا البرنامج كوميدي ساخر، فيه الكثير من الأشياء التي قد تكون متداولة بالسوشال ميديا، ولكن هنا الخبر اللي يقول موسم جديد من ولاية بطيخ، كل يوم جمعة على قناة دجلة وقناتنا على يوتيوب ابتداء من يوم غد الجمعة الساعة 10 مساء. هذا هو البوست اللي كان تم نشره يوم الخميس اللي مضى، وفعلا انطلقت أولى حلقات البرنامج يوم الجمعة على قناة دجلة الفضائية. ولكن شنو المشكلة؟ قد يتساءل البعض وين المشكلة؟ المشكلة الناس بالسوشال ميديا صارت عندها ثورة غضب كبيرة جدا. شنو اللي صار؟ قالوا لهم يابا يا جماعة الخير، أنتوا تتعمدون بهذا الشهر تقيمون البرامج الفكاهية والكوميدية، أنتوا تتعمدون هذا الشيء مثل ما تعمدتوا سابقا بوقت سابق بليلة العاشر من شهر محرم الحرام، ومطلعين أغاني على قناتكم. هنا كانت ردود الأفعال، وهنا كانت الصدمة خلينا نقولها. لذلك ولاية بطيخ عاد بموسم جديد قبيل حلول شهر محرم الحرام.